السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في الموضوع نود التنويه إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى البث بنظام الـ HD اعتبارا من الأول من شباط فبراير 2022، وسينتهي العمل بنظام الـ SD اعتبارا من تاريخ 28 من شباط فبراير من نفس العام، لذا اقتضى التنويه لحضراتكم. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن تطورات الأحداث في العراق، خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني، وهناك موضوع قصف المطار، وهناك موضوع أيضا متعلق بإرسال أموال إلى ميليشيا الحوثي عن طريق ميليشيا الحشد بكافة فصولها بمختلف صنوفها الموجودة في العراق، بالإضافة إلى حملة تبرعات تقوم بها هذه الميليشيا في سبيل دعم مزيد من الإرهاب، تغذية الإرهاب في المنطقة. لا يكفيهم أن العراق مليء بالمنظمات الإرهابية وهذه الميليشيات، يريدون أيضا أن يصدروا ويدعموا كل ميليشيا تقتل وتدمر وتحاول أن تزعزع الاستقرار في المنطقة العربية، يرسلون لها الأموال ويرسلون لها المستشارين والسلاح وغيره من هذه الأمور التي يدعمون بها باقي الميليشيات التي تربطهم جميعا علاقة مع إيران. الموضوع حدث عندما تم قصف مطار قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، وكانت هناك عملية ردع من قبل نظام سيرام الأمريكي، أوقف وأسقط طائرتين، لكن هناك صواريخ أيضا أطلقت باتجاه هذه القاعدة وباتجاه المطار. سقطت طبعا بحسب وكالة رويترز، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات شبه المستمرة التي تطال المناطق الرئاسية ومقر أحزاب بسبب الصراعات السياسية. طبعا تم سقوط صواريخ في محيط المطار، وتحديدا المنطقة المدنية، تضررت طائرتان وخرجتا عن الخدمة طبعا بسبب هذا القصف. وهذا الموضوع دفع الآن كمرحلة أولى وكخطوة أولى شركات طيران إلى إيقاف الرحلات إلى العراق. الآن نبدأ من بعض الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع. شركتا الجزيرة والكويتية للطيران أعلنتا تعليق رحلاتهما إلى العراق مؤقتا على خلفية قصف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، وجاء قرار الشركتين بناء على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني نظرا للأوضاع الراهنة في العراق. سلطة الطيران المدني في العراق حذرت من أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي قد يعرض البلاد إلى المزيد من العقوبات والقيود الدولية التي من شأنها تكبيد العراق خسائر مادية كبيرة، مضيفة أن القصف المباشر للمطار تسبب بأضرار كبيرة في أحد مدارج المطار، إضافة إلى طائرتين مدنيتين، هذا بحسب سلطة الطيران المدني في العراق. القصف هذا الجديد بهذا الموضوع أنه استهدف مطار بغداد بشكل مباشر هذه المرة. عادة ما يكون هناك أضرار جانبية في محيط المطار، لكن هذا القصف جاء بشكل مباشر هذه المرة على المطار، الأمر الذي يمكن أن تترتب عليه طبعا تداعيات خطيرة. والآن العراق بوضع كارثي بالنسبة لموضوع الطيران، وكنتم تعلمون سابقا أنه منع من التحليق فوق الأجواء الأوروبية لفترة، والموضوع هذا معقد، والعراق يسعى دائما أو هذه الحكومات تسعى لعل وعسى أن ترأف بحالها بعض الدول لتسمح لها بالطيران نظرا للشروط الدولية المعمول بها والتي يخالفها دائما العراق في ظل هذه الحكومات التي طبعا دمرت العراق بكل الجوانب. نأتي إلى الجزئية المرتبطة بالميليشيات. الآن نتساءل مشاهدينا الكرام، من الذي لديه الطيران المسير، ومن الذي تعود على قصف واستهداف المصالح الأمريكية، إن كانت قواعد إن كانت السفارة وغيرها؟ من الذي يقصف اليوم في العراق هذه المقرات الحكومية؟ من الذي استهدف رئيس الوزراء؟ من الذي استهدف رئيس البرلمان؟ أليست هي نفس الجهات؟ لو كان داعش أو كانت جهة
تقف بالضد من هذه الأحزاب لتم الإعلان فورا عن هوية الجهة التي تقف خلف استهداف المطار أو القاعدة الأمريكية. لكن خرج وزير الدفاع قبل قليل جمعة عناد في تصريحات لبعض القنوات العربية قال بأن نحن نعلم هوية الفاعلين ووصلنا إلى معلومات مهمة للغاية بالنسبة لمن قاموا بالاستهداف. لماذا إذن لا تعلن الحكومة عن هوية الجهات المنفذة؟ من ماذا تخشى حكومة بغداد عندما تعلن أو تخفي هوية الجهات المنفذة؟ أليس عندما يتم تنفيذ أي عملية يتبناها داعش تتسابق الجهات الحكومية في الحديث بأن داعش هو الذي نفذ وداعش هو الذي ضرب؟ ولا اختلاف أن داعش منظمة إرهابية، هذا الموضوع منتهين منه، لكن باقي الجهات الإرهابية التي ترهب العراق، ترهب العراقيين، التي لم تبقي لما يسمى بهيبة الدولة أي أثر في هذا البلد وفي هذه الحكومة، لماذا لا تعلن الحكومة إن كان وزير الدفاع كما صرح قبل قليل وصل إلى معلومات مهمة بشأن هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف خلف استهداف المطار؟ لماذا لا تعلن هذا الموضوع؟ سنأتيكم بعد قليل عن بعض التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع جمعة عناد وفيها كم كبير من التساؤلات. لكن الآن مشاهدينا الكرام والجزء الأهم في هذه الحلقة والموضوع الأهم طبعا، وهو التبرعات أو حملة التبرعات التي قامت بها ميليشيا الحشد في سبيل إرسال الأموال إلى ميليشيا الحوثي. وأيضا بخلاف التبرعات قامت ميليشيا حزب الله الموجودة في العراق التابعة للحشد بإرسال مبلغ 1 مليار دينار عراقي إلى ميليشيا الحوثي في اليمن تحت ما يسمى حملة أموالكم مسيرات. الهدف من هذه الحملة هو أن يشتري الحوثي بهذه الأموال الطائرات المسيرة لقصف المملكة العربية السعودية والإمارات. وهذا الحديث جاء على لسان أبو علي العسكري، أو بحسب التدوينة التي نشرها في موقع تيليجرام، أبو علي العسكري المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله، الذي قال بأنه تبرعت الميليشيا، تبرعت كتائب حزب الله إلى الحوثي بمبلغ 1 مليار دينار عراقي. هنا نسأل مشاهدينا الكرام، من أين لميليشيا حزب الله هذا المليار؟ وأيضا إذا كانت تبرعت بمليار دينار عراقي إلى ميليشيا الحوثي، كم تمتلك هي إذن؟ ثم أليست هذه الميليشيات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة؟ وشرع قانون في عام 2016 من قبل البرلمان في العراق في وقتها بضم هذه التشكيلات المنضوية ضمن ما يسمى بالحشد الشعبي إلى الأجهزة الحكومية الرسمية، ويكون هو فصيل مستقل لكن يتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة، ولديه في الموازنة العامة مخصصات مالية، رواتب وامتيازات وغيرها. إذن هو يتقاضى الرواتب بشكل رسمي ومخصصاته مدرجة بشكل رسمي، ويتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة بشكل رسمي كما يقولون. ما تفسير إذن هذه الأموال التي ترسل إلى الحوثي لقصف الإمارات والسعودية؟ هل هذا موافقة أو يعتبر موافقة حكومية من حكومة الخضراء لهذه الميليشيات بأن ترسل الأموال في سبيل ضرب الإمارات والسعودية؟ وإذا كانت ليست كذلك، ألا يعتبر هذا الموضوع تمردا وعصيانا من قبل هذه القوات، وبالتالي يجب أن تلاحق وتحاسب وتحاكم هي وقياداتها؟ دعونا الآن نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام الذي يؤكد ما قلناه الآن عن حملة التبرعات التي تنفذها الميليشيات لتغذية الإرهاب. نسولف بخصوص اليمن، يقول يضربون الأطفال أو يفتخر بيها شاوين العروبة اللي يدعي بيها مساعدتك شبابنا، مساعدتك بسيطة، مساعدتك
حياتك بسيطة لجن عدهم لا مسيرات الفلوس تصير تاليها على براج بن زايد نفلش مبانيها مسجل يم عباس مسجل كل دينار تطونه هدف الحوثيين القادم بوس خليفة. واضح الكلام ولا يحتاج أي حديث إضافي فوق ما قيل في هذا المقطع وفوق تصريح القيادي في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري والذي هو جزء مع هؤلاء الذين ظهروا في المقطع هم جزء من ما يسمى بالحشد الشعبي هذه الميليشيات التي الآن كما استمعتم تدعم بالمال والسلاح والخبرات من خبراء الآن متواجدون في اليمن لتأجيج الصراع في المنطقة العربية لضرب الدول العربية لقصف الأشقاء العرب عن طريق إيران وأدواتها وأذرعها وسنأتي بعد قليل أيضا عن تصريحات مهمة للغاية التي تؤكد أن هذه الميليشيات الحشد والحوثي وغيرها من الميليشيات الأخرى إيران هي التي ترعاها إيران هي التي شكلتها وتنميها وتغذيها بفضل إيران هم مستمرون وهذا وفق تصريحات إيرانية سنأتي بعد قليل عن الأسماء أو الأشخاص الذين صرحوا بهذه التصريحات معنا سيد صباح من بغداد تفضل السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لهذه التصريحات مو غريبة ولا جديدة علينا احنا نعرف أن هيئة الحشد هي هيئة تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني ويؤتمرون بأمر الجمهورية في إيران فمو غريبة عليهم ينفذون أجندات داخل الشرق الأوسط تخدم مصالح إيران يعني هذا الإرهاب بعينه لكن احنا مشكلتنا ان شوف الإرهاب والمافيات شلون متداخلة بالحكومة العراقية يعني وين دور الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية احنا شنو دخلنا بالشأن اليمني شلون نتدخل بالشأن اليمني واحنا نعرف هناك اكو مجاميع إرهابية هي حوثيين جاي يضربون المملكة وجاي يضربون يهددون الأمن السلمي الوطن العربي ويضربون الإمارات ويهددون كل الدول العربية هذول أدرع إيران الأربعة اللي دائما نحذر من عندهم من حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن والشبيحة في سوريا هذول أدرع إيران اللي جاي يتحرك بيهم وتخبط الأوراق داخل المجتمع العربي يعني من إرهاب من تفجيرات من اقتصاد الدمرة من وضع ملفات أمنية مزرية صارت في كل المناطق بسبب أدرع إيران لكن احنا الجامعة العربية وحكام العرب وينكم أنتم من الرد على رأس الأفعى رأس الأفعى هي إيران ليش هذا التناغم معاها أكو بعض الدول يعني عندها سفراء وعندها تبادل تجاري واقتصادي مع الجمهورية الإسلامية يسموها إيران ليش هذا تلعبون في دماء العرب والمسلمين إيران دمرت العراق ودمرت 3 عواصم مياه عربية نجي إلى جزئية سيد صباح خلي إيران على جنب الآن وهي إيران أصلا مصنفة راعية ومصدرة للإرهاب بحسب الجامعة العربية وأغلب الدول ما عدا العراق الذي خرج معترضا بحسب أحمد أبو الغيط الذي قال بأن كل مرة ندين فيها إيران يخرج العراق متصديا رافضا لهذه الإدانات والاتهامات عموما خلي إيران على جنب لكن نسأل الحشد يتبع إلى أو هذه الميليشيا تتبع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بحسب القانون الذي أقره البرلمان بال2016 وتأخذ أموالها من الدولة وسنتحدث بالأرقام بعد قليل عن ميزانية الحشد إذن هذا التهديد الآن الذي أطلقته الميليشيات صوب المملكة العربية السعودية والإمارات والهدف هو أن يشتري الحوثي طائرات مسيرة لقصف الإمارات برج خليفة تحديدا مثل ما قالوا ولضرب السعودية ألا يعتبر هذا الموضوع إذن موقفا حكوميا رسميا داعما لهذه الميليشيات في سبيل ضرب الإمارات والسعودية؟ بالطبع يعني المفروض بالدول العربية من نشوف فيش تهديدات من هيئة حشد تابعة إلى رئاسة الوزراء العراقية ووقف صامت رئيس الوزراء اللي هم تابعين إله والمفروض يردعهم والمفروض المخابرات والأمن الوطني إذا يشتغلون بغيرة المفروض يردعون دول الجهات اللي خارج عن القانون وهي مع الأسف تابعة يعني رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء عفوا المفروض بيهم ينزل بيان رسمي بيهم من رئيس الوزراء يحدد شنو دولي
لكن هم هو رئيس الوزراء ما يقدر يحمي نفسه من هاي الميليشيات الولائية اللي تابعة إلى رئاسة الوزراء ويسمون فيهم مقاومة. وهم هم 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 سبب خراب العراق. وطبعا سيادة العراق راحت بسبب ذولي الناس الفصائل من عصائب وسرايا سلام وحزب الله والنجباء وبدر وحزب دعوة. ذولي هم اللي يحكمون وإحنا نعرفهم تابعين إلى الجمهورية الإسلامية وينفذون أجنداتهم. لكن إحنا كدولة عراق المفروض بينا رئيس الوزراء يتخذ إجراء. لكن إحنا سابقاتها الانتهاكات اللي صارت داخل العراق من ضربة المصطفى الكاظمي مطار بغداد من السفارات الموجودة الأجنبية اللي تم قصفها يعني ما اتخذ أي قرار. إذا راح يظل صامت ما يقدر يتخذ أي قرار ولا يسمي هاي. شكرا سيد صباح من بغداد، أشكر حضرتك ووصلت الفكرة. أبو أحمد من العمارة، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ من عزيز، نشكرك نشكر قناة الراشد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم أستاذ خلي يحمون نفسهم أستاذ، يحمون نفسهم والتبرعات ليش ما يتبرعون بها لذول الجرحى الناس الأبرياء عندنا الناس اللي تأذت هسه ما يتبرعون. شفت التبرعات هاي مال هو يتبرعون هاي المرضى المعوقين ناس المرضى الناس الله هذيك. أي أنا من منبركم هذا الشريف أنا لأن ما أذونا بالحكي مالهم كلش غسلون غسل بالحكي. أشكر كل إنسان عراقي غيور على عراقي مثل عندنا أبو عراق. أبو عراق هذا أخي أخوي البطل اللي من الفلوجة يتابع الأخبار كأنما أنتم شلون أنتم تتابعون الأخبار. هو هم يتابع الأخبار يتابع الناس الفقرة. والله العظيم أنا جزيل الشكر أشكر من خلال قناتكم أشكر أبو عراق من الفلوجة اللي دافع عني وعن كل العراقيين. أبو أحمد أريد أسأل حضرتك يا أبو أحمد، ذولا اللي يدعمون اللي يلمون حملة يسوون حملة تبرعات لدعم ميليشيا الحوثي، هاي الميليشيات اللي هي ميليشيا الحشد، ذولا ليش ما سووا حملة تبرعات لدعم الفقراء والمحتاجين في العراق؟ ليش ما سووا حملة تبرعات لإنقاذ العراقيين العالقين في المخيمات من هذا البرد القارس؟ ليش ما جمعوا تبرعات لمعالجة المرضى والمحتاجين بما فيهم حتى من هذا الحشد نفسه من هاي الميليشيات مقاتلين أصيبوا والحدث بعدهم بالفراش مصابين ما حد ديباوع عليهم؟ ليش يريدون فقط يدعمون الإرهاب ويغذون التطرف بالعراق وبالمنطقة؟ أستاذ المعذرة أنا ولو رصيد ما عندي ترى اليوم دخلي يديرون بالهم علي. أنا أربع مرات وأكو جرحى وأكو ناس مرضى أربع مرات أناشد أنا للوزراء رئيس الوزراء أناشد على أناشد العالم عندهم عواطين وعندهم مرضى وعندهم مرم بحاجة إلى عملية كما يدعمون الناس الفقراء اللي ضالين. إحنا 100,000 ما نملك أسمت ناس قاعد من الفجر وجه خطية من ناس صاب إنها مثل أبو عراق هذا البطل الشامل الدغيرة دائما كم تابعني كل ما أطلع وناشد هو يناشدني هو بكاني يناشد الدولة بكاني ناس مواطن فقير من الفلوجة طيب وشريف قاعد إن شاء الله كلها شرفاء وكلها طيبين العراقيين يناشد بكاني. أشكر حضرتك رسالتك وصلت وصوتك وصل، شكرا جزيلا لك من العمارة. ويانا أبو حسين من يثرب، تفضل يا أبو حسين. الله يسلمك العزيز، شلونك استاذي الامور؟ حياك الله، اهلا وسهلا يا ابو احمد. انا ابو حسين من ناحيه ابو حسين من ناحيه يثرب مهجر ساكن بالمخيمات مال عربد السليمانيه هاني. واليوم البرد احنا تقريبا 1000 عائله من 1600 عائله بالمخيم مال عربد تقريبا سنين من 2014 احنا بالخيمات البرد. اليوم الاطفال عندنا طفلين عمره 5 سنين من 6 سنين اليوم توفى من البرد. قلتلنا الثلج صعد علينا احزام تقريبا احزام فوق الاحزام متر وشوية صعد علينا ولا حفر ولا تعويضات للنازحين. احنا بيوتنا من صلاح الدين ناحية تثرب مخيمات بيوتنا مهدمة. عنده بيت عنده شوية رجع بناء البيت والوحات الواضع بيته مهلش ومهدم ما عندي مجال أعين أبني بيت أرجع بيوتي. إلى مدى الحياة إحنا نظل هذا العمر وإحنا يومية كاظة من نوب العبادي نوب ذاك رون المالكين إحنا قاسرنا 10 سنين هم هاي الخطة هم هاي سووها على المناطق السنية. إحنا ما أريد طائفية بس هم يوازوننا على طائفية احنا ولكن انظر هذا العمر هيكي نوم صيف الصيف يقتلنا البرد يقتلنا يا استاذ مكافي بزعت ارواحنا وصار لنا 9 سنين من 8 سنين من 2014 هدموا بيوتنا الحكومه هدمت بيوتنا.
نعم أبو حسين، أشكر حضرتك وإن شاء الله صوتك يوصل، وهذا الكلام مهم للغاية لأنه عندنا أبو شيماء من بغداد قد نتناقش وياه بهذا الموضوع. تفضل يا أبو شيماء. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل يا أبو محمد. بالنسبة تقول ذول هم أخواننا العرب هم الحوثيين، مو أسلمنا حق مواطن يساعدهم، لأن ذول مو عجم ولا فرس، ذول عراقيين. أقول عرب ذول أخوان الحوثيين. والله شوف، هم أخوانك، هم أخوانك، أخوانك أنت تقول، لكن هم قتلوا أطفال في اليمن وجوعوا وهجروا. فيعني هل معقولة إنه أخوك العربي يقتل ابن بلده ويهجره وأنت تدعمه؟ يعني هذا الكلام مو منطقي. لا أستاذ محمد، يعني يوميا 24 طيارة على عليهم خطية، والمستشفيات والسجن ذاك اليوم. يعني ذول مو خطية، يعني جانب خطيه. ليش خطيه وهم بده يطلعون ضد حكومه شرعيه العالم كله مختارها؟ تادي هم هناك الله نصرهم وكونوا، يعني هم يمنيين، الله يعني طاهم فتشيهم وطاهم من اليمن، الله ساعدهم ونصرهم. شوف ابو شيماء، قضيه اليمن مو قضيتنا، لان اكو اختلاف بيها كبير، ولك وجهه نظر ولي وجهه نظر، لكن انا اريد اسالك عن اللي موجودين اليوم بالعراق. يعني حزب الله هو جزء من الحشد، تمام؟ تبرعوا بمليار دينار عراقي للحوثيين. احنا نسأل ميلهم هاي الفلوس؟ هاي اول شيء. استاذي، اولا العالم ساعدهم، هم ناس مليار عندنا بالعراق، ما شاء الله مولات، ناس كل شيء عنده. يعني شنو مولات؟ يعني هم اصحاب المولات؟ لا انا اقول لك متمكنه بنات وسوت. ابو شيماء، بس لحظه ابو شيماء، حزب الله تبرعوا بمليار، وبعدين ايش قالوا؟ قالوا يا ناس غير هذا المليار لموا تبرعات. يعني هاي المليار من حزب الله. حزب الله منين لهم هذا المليار؟ امكانياتهم ليش ما عندهم؟ مين امكانيات؟ اي مكون؟ مين امكانيات؟ يعني الله، يعني انتم ليش ما عندهم؟ هو بطيل سلاح عنده ويشتري سلاح ويجيبه ويسوي. مين يا ماشي ابو شيماء، انت من تقول لي عندهم منين عندهم؟ استاذ العزيز، عندهم شنو؟ يعني اكو واحد ما عنده اليوم مثلا تاجر سيارات، تاجر عندنا بالعراق مليارات. هم تجار ذولا تجار؟ هم مو تجار، فالناس تساعدهم استاذ العزيز، استاذ محمد الناس تساعدهم. هسه انت من باب تقول لي عندهم واغنياء، ومن باب تقول لي الناس تساعدهم. هم عندهم وهم ناس تساعدهم يا اخي الحديث. هم طيب عمي عوفك من الناس تساعدهم. هم لهم ميزانيه، حتى لا دوخك، هم لهم ميزانيه بالدوله، الميزانية مال 2021 للحشد 3 تريليونات دينار عراقي. يعني ايش قد بالدولار؟ يعني تقريبا ملياري دولار امريكي ياخذون من الحكومة، تمام؟ صحيح. طيب هذا طبعا هو هاي الميزانية بقد ميزانية وزارة التجارة. يعني وزارة التجارة عندها 3 تريليونات ونص دينار، وماكو بطاقة تموينية ولا مواد، وهم عندهم 3 تريليونات. المهم هم 3 تريليونات دينار، ليش يلمون تبرعات للحوثي؟ ليش ما يلموها الفقراء العراق؟ ليش هذا المليار يروح للسلاح؟ ليش ما يروح للألك ولأبو أحمد من العمارة اللي عنده محتاجين، واللي يروح للمخيمات؟ ليش ما يروح لهالأماكن؟ ليش يروح للسلاح وللفوضى وللتفجيرات وغيرها؟ تساعد ناس فقراء، فدول ساعدهم من اولا من شرع الدين والإنسانية، ناس مظلومين، خطية، لا أدوية لا مستشفيات، كل شيء ما عندهم، فالله سبحانه وتعالى لازم يساعدهم. بس انا مواطن لو تمكن به والله العظيم يساعدهم. طيب وانا ذول عرب ذول مو جاي من غير كوكب. ابو شيماء يعني تدعم الحوثي وعندك ابن بلدك دا يطقطق من البرد بالمخيمات؟ هذا كلام منطقي؟ شو سادي؟ عندك ابن بلدك بالمخيمات، اطفال ونساء، اطفال ماتوا من البرد، ماتوا يعني توفوا الا رحمه الله من البرد، وانت تروح تدعم لي الحوثي؟ محمد قصدي استغفر الله اكبر، وين الانسانيه؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ وين الحرام؟ هسه انا اقول لك ابن بلدك تقول لي الحوثي؟ ابن بلدك العراقي، ابن بلدك، مين ابن بلد استاذ العزيز؟ هم قاعد بالبلد، هم على العين الحراس، دول قطيه، هم اخواننا، دول الطيارات مو بتساعد. طيب هذا قطيه ونار اليوم. ماشي ابو شيماء، انت قلت اسمعني، انت قلت انه انا ادز تبرعات، عندي هسه استعداد ادز تبرعات للحوثي، دزيت شيء لابن بلدك؟ ليش؟ منو قال لك ما تدز شيء؟ منو قال لك؟ وانا عندي اسالك لا انا ادز، شلون ما ادز؟ ايش دزيت؟ انا اخوان دخلوا،
انا ادز اللي يمكن لك يوم واحد قال لي من الغربيه صحت السياره ببلاش حتى فلوس ما اخذت من عنده اجر ما اخذت من عنده صدق تمام غيرك يسوى غيرك يسوى هوايه انا احكي لك انت ايش دزيت للعراقيين ايش سويت ليش دوله ليش يضيعون اموال العراقيين والفقراء على السلاح والفوضى على السلاح والفوضى استاذ عزيز زولا مو استاذ ناس عرب والله عرب اقحى استاذ محمد انت وجهه نظرك وانا وجهه نظر غيرتي انت وجهه نظرك غيرتي انا بالنسبه لي اقول زولا عرب اخواننا زولا مو عجم ولا فر زولا عرب يا اخوان الحبيب زولا عرب وين الدين وين الضمير يعني تقبل ذاك اليوم بقضيه المستشفيات زبت عرفت تكلوها بالطياره انت تباوع شوف شوف ابو شيماء ماشي انتوا وين ضربتوا اسرائيل وانتم مو قاعدين هياتكم صار لكم سنه يا سنه صار لكم كذا سنه سنصلي في الاقصى وينكم وين شو وصليتم سويتوا هاي السعوديه تقول انا دول الكيان السعودي طيب السعوديه مو عرب اقحاح بس اسمح لي السعوديه والامارات مو اخوان وعرب اقحاح مو مسلمين دول لو دول شنو دول يوميه قضيه حصار اليوم استاذ محمد حط عليهم ابو شيماء ابو شيماء السعوديه والامارات مو دول عربيه مو مسلمين فيهم دول كل اي ليه؟ واحد من 2 باكستانيين قبضوا العالم بس اسمع باكستانيين ماتوا قبضوا العالم بس اسمع باكستانيين بالامارات ابو شيماء احد عرب الطالي يدبعون طيب ماشي خلاص شكرا ابو شيماء شكرا يعني انت اذا تريد تقول لي انه احنا لان ذول عرب الحوثيين عرب اقحاح جلبت لي بيها عرب اقحاح ويرضون الايراني يقودهم عرب اقحاح ويرتضون انه يجي ايراني يوجههم قيادات إيرانية توجههم وتخطط لهم وتسوي لهم ثم عرب أقحاح وانت تسمح لنفسك انه تغذي عربي في سبيل انه يضرب عربي آخر شنو هالمنطق وكل ما أسألك على العراقيين تتهرب وتقول لي لعد مذولاك مسلمين عموما مشاهدينا الكرام التساؤلات التي تطرح بهذا الخصوص في موضوع التمويل وموضوع الدعم الذي يرسل إلى الحوثي من أين لهذه الميليشيات هذه الأموال ثم هذه الميليشيات إذا كانت ترسل الأموال للحوثي هل يعني هذا أن الحكومة في بغداد موافقة وترضى وراضية على هذا الموضوع؟ إذا كانت راضية فيجب أن تتحرك الدول العربية باتجاه هذه الحكومة لأنه صار الموضوع أن هذه الحكومة تدعم الإرهاب وتغذي الميليشيات الإرهابية وتوافق على ضرب المصالح السعودية والإماراتية وضرب العمق السعودي والإماراتي وإذا كانت هذه الحكومة ضد هذا التوجه وضد هذه الميليشيات إذن هذه الميليشيات أصبحت خارجة عن القانون هي أصلا يعني بنتكلم إحنا من ناحية القانون اللي هم حطوه أصبحت خارجة عن القانون وأصبحت متمردة ولا بد هنا من تدخل قانوني وحكومي رادع عن طريق محاكمتهم ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم لأنهم يثيرون الصراعات والإرهاب والبلبلة في المنطقة وفي العراق هذا هو الملخص ويانا أبو نور من صلاح الدين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ شلونك حياك الله أريد بس على مود على قبل شوية التفر يقول على مود على الحوثيين داخل عنهم شلون أي خلوا يشوفون الخريج إيش قدر فترة ندافع عنهم هاي الفترة حتى يشوفون حرب من السنوات أي يعني هاي الفترة حتى يحسون بأننا شلون هم بيها يعني شنو ماذا أفتهم عليك هسه أنت شو تريد تقول أرجع أوصل فكرة يعني على الدول الخليج أننا شلون بيها دور نظام صدام حسين كانوا محميين يعني محميين من إيران. طيب نعم. أخرى وثانية أرجع على مود على المستورد الإيراني دمرنا إحنا. نعم. فنحن رجي والله هاي صارت في خسارة. أبو نور أنت مزارع؟ إحنا أي مزارع يعني من صلاح الدين. أبو نور إحنا حكينا قبل حلقة يمكن عن موضوع المنتجات الإيرانية اللي هناك حملة مقاطعة طبعاً. أبو نور. أنا كنت قاعد على البرنامج. أي لا أنا قصدي أنتوا متضررين من إيران. متضررين والله فوق الطاقة يعني إيران دمرت الدوار كامل.
لعل ليش يجون ناس يخابرونا يقولون ايران ساعدتنا وايران سوت لنا وقفت ويانا؟ هذا الكلام صحيح؟ وقفت وياك انت المزارع العراقي؟ والله صار دار السنه على المحصول ما نذبوا بالقاع، الرق نوديه على العلوه ما حد يريده. نعم ابو نور، الرق الايراني الكيلو ماله ب 100 دينار يجي. وبيش العراقي؟ والعراقي هو من قاع بالمزرعه فوق 500 دينار على الكيلو. ليش اغلى من المنتج الايراني يا ابو علي ابو نور؟ والله هذا غير، هي هذا ايران سوت فينا. اقصد الحكومه تدعمكم بالمواد الزراعيه بالسم؟ ما بكل دعم، حتى احنا السنه اخذنا الاسمده مضاعف. الطن مال الاسمده اليوريا وصار فوق المليون. أبو نور، أنا حكيت بهذا الموضوع قبل بس أريد منك هسه تعليق وأربطه باللي تفضلت به. اليوم ميليشيا حزب الله اللي هي جزء من هذا الحشد اللي يعرف بالحشد دا يلمون تبرعات لدعم الحوثي. طيب ليش ما يلموا لكم تبرعات أنتم المزارعين العراقيين؟ ليش ما المليار دينار اللي دا يدزوه حتى يضربون الإمارات ليش ما ينطوكم إياه وينطول الفقراء وينطول المحتاجين؟ ليش ما ينطون هاي المخيمات اللي ماسن البرد؟ احسنت، نعم. ليش احنا هسه احنا عايشين الحمد لله. بس هاي الناس جايه تموت، ليش ما ينطون لها؟ ليش يروحون ينطون الحوثيين جاي يذبحون بالناس الابرياء؟ نعم. هاي الاموال اللي ترسل للحوثيين وغيرهم هاي مو فلوس العراقيين؟ كلها فلوس العراقيين. مين حصلت عليها هاي الميليشيات؟ كلها من الجبايات الاشوار. احنا هسه قاعد نطلع مني انا من ود المحصول مالنا الرقي. نعم ماكو؟ نعم جبايات الاشوار كل سيطره 25 سيطره 10 اجهزه 5000. نعم قلت لك يعني الحكومه وينها؟ الحكومه وينها؟ نعم تسليب واضح. الحكومة وينها من ذولا؟ وينها من هاي الجبايات والسيطرات الوهمية؟ موزعين الشوارع كل منطقة الفيصل قابضها هو ياخذ وقيته. اقول لك ابو نور سؤال لو سمحت، اكو تفتيش حقيقي بهاي السيطرات؟ ماكو والله. يعني انت اليوم او خلينا نقول انه شخص اليوم جايب حمولة مال رقي أو حمولة مال خضروات وحاطط بنصها عبوة ناسفة، إذا دفع 20,000 أو 50,000 دينار يفتشوه؟ ما حد يمرك على قصتك وصل وياخذ من عندك 10,000 وتعبر بجا. نعم نعم إيه ها هيك يعني، ولا لا تفتيش ولا. أشكر حضرتك شكرا جزيلا يا سيد أبو نور، كنت معنا من صلاح الدين. هذا حديث مزارع عراقي وإلكم الحكم بما تفضل، وطبعا هذا الكلام هو جزء من حقيقة كبيرة، والرجل يعني باتصاله هذا أكد ما ذكره أخوة سابقون بشأن موضوع الجبايات ونقاط التفتيش وسيطرات الميليشيات. هاي الميليشيات يقول لي أبو شيماء تلم تبرعات، هاي التبرعات، هاي التبرعات يا أبو شيماء، نقاط تفتيش ابتزاز وتدفع تعبر، ما تدفع بضاعتك تخيس وتعفن وتصير اكسبايرد اذا كانت منتجات معلبة وغيرها. هاي الميليشيات اللي ترسل الاموال، اموال العراقيين للحوثي وغير الحوثي. نأتيكم ببعض التصريحات بما انه ذكرنا هذا الكلام في البداية. قائد مقر خاتم الانبياء التابع للحرس الثوري الايراني غلام علي رشيد قال ان قائد او القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني كان قد جهز 6 جيوش خارج إيران لردع الاعتداءات عليها على إيران. رشيد أو غلام علي رشيد مثل ما قلنا قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني قال إن سليماني كان قد أبلغ القوات المسلحة الإيرانية قبل اغتياله بثلاثة أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بمساعدة الجيش الإيراني والحرس الثوري. من هي هاي الجيوش؟ الجيش جيش بشار الأسد، جيش نظام الأسد، وحزب الله اللبناني، وميليشيا الحشد في العراق، والحوثي في اليمن،
وحماس والجهاد الإسلامي بحسب غلام علي رشيد. الحشد والحوثيين تشكيلات إيرانية، دولة اللي صدعوا رؤوس العراقيين أن هم حماة الوطن والعرض، دولة تشكيلات إيرانية. ومن المنطق اليوم أن نشوف أنه حزب الله وباقي الميليشيات ترسل الأموال، أموال العراقيين، أموال الفقراء، أموال المحتاجين، ترسل لقتل المزيد من العرب والمسلمين حتى إيران تكون بأمان. هكذا تدير إيران النظام، هكذا تدافع عن ما مثل ما تقول تدافع عن أمنها عن طريق تشكيل ميليشيات ولائية في بلدان عربية من نفس البلدان العربية من أجل أن يدافعوا عن إيران وعن بقاء إيران، ويدعموا إيران بالمال. العراق بالفترة اللي كانت مفروض على إيران حصار اقتصادي كان يغذي إيران ببيعه النفط بسعر أقل، بتحويل الأموال إلى إيران والبنوك الإيرانية وغيرها من أمور التي كان يدعم، ولا يزال حكومات الاحتلال وهذه الأحزاب وميليشيات ولائية تدعم إيران. ولذلك نسأل، أين حكومة بغداد من هذه الأموال التي تذهب إلى الحوثيين؟ أليست أموال الحشد أو هذه الميليشيات قادمة من ميزانية الدولة؟ هل هناك بند ضمن موازنة 2021 وموازنة العام القادم أو العام الحالي تعنى بتزويد الحوثي وغير الحوثي من هذه الميليشيات المتطرفة الإرهابية بالمال من أموال العراقيين، من أموال الدولة العراقية؟ هل هناك بنود تعنى بأن ترسل أموال المحتاجين والفقراء لشراء الطائرات المسيرة لقصف البلدان العربية؟ عندنا اتصال أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. إذا سمحت لي أريد أرد على الأخ أبو الشيماء، ما اعتزاز واحترام إليه. أقول لأبو أبو الشيماء أخوي بس قل لي شو وقت يصير ولا أكل العراق؟ لا أكل، اترك إيران واترك الخليج واترك السعودية. نعم. بس خلي عندك حس وطني، هذا بلدك اللي عايش به. نعم. ترى ما تفيدك يا أخوي يا أبو شيماء، يفيدك عراقك هذا اللي ربيت به أنت وربى به أبوك وراح يربون أولادك به. نعم. خلي ولاك لعراقك هذا يا أخي، والله عيب وخزي. أنا يصير ولاء غير دولة وأنا. نعم. هذا العراق يا أستاذ محمد، أنا أحتم على أخ أبو شيماء، أقول له خلي عندك حس وطني. نعم. اتركنا من إيران، ترى ما تفيدنا لا إيران ولا السعودية ولا الكويت ولا تركيا. ما يفيدنا غير عراقنا هذا، لأن نعم. هذا عراق ربينا به يا أستاذ. نعم. محمد. نعم. أما بالنسبة للحكومة أستاذ محمد، إحنا نعم. شو ما يصير عندنا حكومة لا سيادة. احنا ما عندنا حكومه استاذ محمد. هسه الشغل كله بيد الاحزاب، بيد الميليشيات، بيد العصابات، هي نعم. جاي تسير الامور. اما حكومه ترى الله وكيلك ماكو، كل حكومه نعم. حكومه ما عندها سيطره. شو السيطره؟ تعليقك سريعا يا ابو عراق لانه عندي متصلين والوقت ضيق، تعليقك على جمع اموال تحت مسمى التبرعات لكي ترسل إلى ميليشيا الحوثي لكي يستخدموها في ضرب السعودية والإمارات، ليش هذه الأموال ما تذهب لمساعدة الفقراء والمحتاجين في العراق؟ ثم ليش الحكومة ساكتة على هذا الموضوع؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي ما أريد أطول عليك. تفضل. ليش هو هذا الشعب من جوعة وهذا الشعب من ذلة، وهي الحكومة نفسها يا أستاذ محمد. نعم. أنت تيجي الحكومة أو الميليشيات يصدوا العشاءات، هم ذلون، هم دمرونا. نعم. يعني أنتم مكان ما فيها تودون الناس متخافلة، وهذا شعبك أولى بيها وشعبك هذا، وأنا أشكرك أخو عبد محمد. نعم أشكرك يا أبو عراق من الفلوجة، ويانا رياض من الرضوانية، تفضل يا رياض. السلام محمد، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله يا سيد رياض، تفضل.
بالنسبة لموضوع الحلقة أستاذ. أي. نعم. بالنسبة لموضوع الحلقة على التمويل الحوثي. أي. هو الموضوع جبايات موافقات رسمية. أي. نعم يعني هي الدولة هي الحكومة تسوي الطاحزة. تجيب علم يعني جبايات ضرائب داخلية والدفاع. كلها من المواطنين. اي. يعني شيء معروف هذا التمويل الميزانية. هم اسناد حكومة ما حكومة ساندة الاحزاب ما يتوقع من يغطي لها الفلة. نعم. يعني هم اذا خلصوا من الاحزاب الموالي لايران ما يخلص البلد ولا يستقر. ليش الحكومة إذن مثل ما قال وزير الدفاع جمعة ناد قبل شوية قال إحنا عندنا معلومات مهمة عن اللي قصفوا المطار واللي قصفوا المطار هم نفسهم اللي دا يدعمون الحوثي اليوم ليش ما تعلن الحكومة وتتصدى لهم بما أنه هي تقول ذولا إرهابيين مو الحكومة هم ما قعدوا الحكومة عندهم شروط نعم الحكومة هي موالية لهم طيب أشكرك يا رياض من الرضوانية الوقت آسف بقى بي دقيقة لمحمد من أمريكا تفضل يا محمد السلام عليكم حيا قناة الرافدين والكادر عليكم السلام حياك الله أخي ذولا كلهم عصابات ذولا هم كلهم ميليشيات تابعين لإيران أي ماكو حكومة أستاذ محمد نعم حكومة ماكو كلهم إرهابيين ذولا كلهم ميليشيات تابعين لإيران نعم. يأخذون على البلد تسليم قتل ضرب نعم. صواريخ الصواريخ اللي اطلقوها كفيلك محمد يعرفوهم واحد واحد نعم. جماعة هادي العامري والخزعلي ليش ما يقولون على ليش ما يقولون عليهم منو العاد والله العظيم كفيلك محمد يعرفوهم واحد واحد حتى الكاظم يعرفهم ليش ما يقول ليش ما يقولون منو العاد يخافون من عندهم كفيلك محمد يختالوهم نعم. الكاظم يعرفهم اثنين من حر من جماعة هادي الخزعلي أي. والله العظيم جاتهم بالشعلة من ضربوا السفارة الأمريكية أي. في العراق يعرفوهم وليسيب الخزعلي هم طلقوا صواريخ على منطقة الخضراء السفارة الأمريكية كفيلك محمد يعرفوهم واحد 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 اسمه محمد واحد اسمه حسن جاتهم بالشعلة يعرفوهم واحد واحد كفيلك الله يخافوهم من عدو شكرا يا محمد من أمريكا أنا أعتذر منك الوقت انتهى بقى بي لحظات نقرأ بها بعض الرسائل الواردة رسالة لدينا من يقف وراء استهداف طائرة الإيرباص الإيرانية المهداة لنور المالكي حاط تساؤل هدية لخدماته الجليلة لدولة الأرجنتين لكنه لم يتمكن من استخدامها لحاجتها للصيانة التي منعت أمريكا إجراء أي صيانة لها كونها لا تزال مسجلة في سجلات الطيران المدني الإيراني عموما رسالة أخرى تحية أستاذ محمد أنا أوجه رسالة للسعودية والإمارات أن تجمع تبرعات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية ويكون التعامل بالمثل تحياتي أبو يوسف من الدنمارك شكرا أبو يوسف هذا رأيك السلام عليكم نواجه مشكلة مع الاتصال سعد من السعودية نعتذر طبعا ربما كان هناك خلل أثناء اتصالك أشكرك عندنا رسالة من أبو مالك من أمريكا يقول السلام عليكم أستاذ محمد هذا المتصل المدعو أبو شيماء من بغداد لا يا أبو مالك ما مسموح التجاوز نقرأ الباقي إذا كان هناك طيب بما أنه إيران لديها أذرع في بعض الدول العربية وخصوصا العراق فيه أذرع إرهابية فكل عربي يكون أو من فكل عربي من كل الدول العربية يكون ولاء إلى إيران هو من أصول إيرانية تبعية بين قوسين لأن يعني كل اللي جرى والصار في العراق واليمن وسوريا ولبنان هو بسبب ملال إيران أخوكم أبو مالك شكرا يا أبو مالك طيب في الختام الميليشيات التي تنفق أموال العراقيين لدعم الإرهاب هي ميليشيات ترفع شعار الموت لأمريكا وكلا كلا أمريكا مثلها مثل الحوثي مثلها مثل حزب الله اللبناني ومثلها مثل هاي الميليشيات اللي موجودة في العراق واللي موجودة في سوريا لكن هاي الميليشيات التي تقول الموت لأمريكا وكلا كلا أمريكا تحصل على تمويل أمريكي قرار أمريكي صادر في وقت سابق من مجلس الشيوخ الكونغرس الأمريكي أكد فيه
أنه في ذات الوقت هناك تمويل أمريكي للميليشيات في العراق يبلغ 200 مليون دولار شهريا. هذا التمويل يأتي بسبب تقديم هذه الميليشيات خدمات للبيت الأبيض في العراق، وبالتالي صوت الكونغرس بالإجماع بإجماع أعضائه على إيقاف التمويل والدعم لهذه الميليشيات في العراق، ميليشيات الحشد الموجودة في العراق. تم إيقاف الدعم الأمريكي لها البالغ أكثر من 200 مليون دولار أمريكي بإجماع أعضاء الكونغرس بالتصويت الذي جرى في عام 2020، وأوقف هذا الدعم عن هادي العامري وجماعته من هذه الميليشيات. هذا باب من أبواب التمويل الذي تحصل عليه الميليشيات التي تقول الموت لأمريكا. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.